بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هذا السؤال وردني عن زواج أبناء وبنات سيدنا آدم وحواء. كيف تزوجوا مع العلم أن زواج الإخوة محرم، زواج المحارم محرم في الإسلام؟ الحقيقة أيها الأحبة، هناك شيء ينبغي أن ندركه. قبل أن نعرف السبب ينبغي أن نتساءل، لماذا يحرم الله الأشياء علينا أصلا؟ يعني طبعا السبب أن الله سبحانه وتعالى يحرم علينا الخبائث. قال سبحانه وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن كل شيء فيه ضرر لك أيها الإنسان هو محرم عليك، هذه قاعدة. الشيء الذي فيه فائدة حلال. الآن دعونا نرجع لسيدنا آدم، نحن نتعامل مع القضية وكأن سيدنا آدم موجود اليوم. الشفرة الوراثية للإنسان أيها الأحبة تطورت وتأثرت عبر آلاف السنين بأمراض وفيروسات ونتيجة تزاوج البشر مع بعضهم، حدثت تغيرات كثيرة. سيدنا آدم عليه السلام الله تبارك وتعالى خلقه نقيا ونفخ فيه من روحه، فكان هذا النبي الكريم سيدنا آدم عليه السلام كان إنسانا نقيا خاليا من أي مرض، من أي خلل وراثي، لا يوجد أي مشاكل لديه، لأنه هو أول مخلوق من البشر. وإذ قال ربك إني خالق بشرا من طين فإذا سويته، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فآدم عليه السلام خلق الله له أمنا حواء، كانت كل يعني يعني لا يوجد وقتها أمراض، لا يوجد شيء اسمه مرض، المرض جاء فيما بعد، المشاكل الوراثية جاءت فيما بعد نتيجة آلاف الأجيال. أما أبناء سيدنا آدم فكانوا أيضا أنقياء، فليس هناك ضرر من أن يتزوج مثلا أخت بأخته أو أخ بأخته أو أخت بأخيها، طبعا وفق نظام معين. نحن طبعا نجهل الطريقة التي تمت، ولكن من المؤكد أن هناك نظام أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم. يعني مثلا كانت أمنا حواء يعني كما في بعض التفاسير تلد في كل مرة أخ وأخت، في الحمل الثاني تلد أخ وأخت، فالذي يعني الأخ الذي جاء من الحمل الأول يأخذ أخته من الحمل الثاني والعكس. يعني هذا بعض الآراء أو التفاسير، ولكن على كل حال أيها الأحبة، يعني الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق وهو الذي يختار، ولو كان هناك ضرر أو مشاكل من هذا الزواج لانقرضت البشرية. لأننا الآن لماذا يحذر الأطباء من زواج المحارم؟ يحذرون لأنه يقضي على النسل، يحدث تشوهات وراثية خطيرة في الأجيال التي ستأتي في المستقبل، وبعد عدة أجيال يحدث أو ينتج لدينا جيل مشوه بالكامل، لديه أمراض، لديه نقص مناعة، لديه مشاكل. فلو كان هناك ضرر لكان انقرض الجنس البشري قبل أن ينتشر. ولكن بما أن سيدنا آدم كان مخلوقا نقيا خاليا من المرض، شفرته الوراثية الله هو الذي صنعها وخلقها، ليس فيها مشاكل.
متى بدأت المشاكل؟ بعدما تكاثر البشر عبر مئات السنين وتباعدوا، وبدأت المشاكل الوراثية لزواج المحارم، حرم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر إلى يوم القيامة. وبالنتيجة أيها الأحبة، نحن لو فكرنا حسب مبادئ الهندسة الوراثية، هناك بحث علمي يقول كل البشر الآن على كوكب الأرض يعودون لرجل واحد عاش قبل 250 ألف سنة تقريبا. هذا بحث علمي نتيجة تحليل الشفرة الوراثية للبشر، وجدوا أن كل البشر الموجودون حاليا، كل البشر الموجودين حاليا يعودون لأصل واحد. فإذا بالنتيجة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كلكم لآدم وآدم من تراب. فهذا الموضوع أيها الأحبة لا ينبغي أن يسبب تشويشا لبعض الناس الذين يعني يستمعون لشبهات الملحدين، لأن الملحد يطرح الشبهة ولا يعرف ماذا يتكلم حقيقة. يعني هو يتخيل أن في عصر سيدنا آدم كان هناك بكتيريا وفيروسات وأمراض، وكان هناك مشاكل وراثية، وكان هناك كذا وكذا وكذا. هذا الكلام غير موجود، لأن هؤلاء العلماء أنفسهم لا يؤمنون بالروح. يعني عندما يقول سبحانه وتعالى ونفخت فيه من روحي، هم لا يؤمنون أصلا بوجود الروح، لا يؤمنون بأن سيدنا آدم هو أول البشر. يقولون إنه تطور عن قرد، وهذا الكلام غير صحيح، وحتى علميا لم يثبت. إذن أيها الأحبة، ينبغي أن نقيس الأمور بنتائجها، وليس يعني سأعطيكم مثال يطرحه أيضا بعض الملحدون وبعض المسلمين، من حقهم أن يفكروا. يقول لك الله تبارك وتعالى خلق البشر، هو صمم دماغ الإنسان إما أن يعمل الخير أو الشر. طيب لماذا يعذبهم؟ لماذا لم يخلقهم كلهم أنقياء أتقياء مثل الملائكة مثلا؟ فهذا السؤال أيضا الإجابة عنه سهلة جدا. نقول له يا أخي، أنت الآن هل أحد يجبرك على الإلحاد؟ يعني أنت تريد أن تختار طريق الإلحاد، هل أحد يجبرك على الإلحاد؟ سيقول لا. سنقول له لماذا لا تؤمن بهذا الخالق العظيم وتكون ممن كتب الله له الجنة والفوز العظيم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، وتنجو بنفسك من عذاب النار؟ هل يستطيع أحد أن يمنعك؟ يقول لك لا. ولكن هو يستكبر والشيطان يوسوس له، وبالتالي هذا الإنسان يتذرع بحجج واهية، يقول لماذا خلقني الله وهو يعلم أنني سأكفر ثم يعذبني؟ طيب لنفرض هذا الكلام صحيح، طب هل تترك نفسك تعذب في نار جهنم؟ إذن أنت غير مقتنع أصلا بهذا الكلام، هذا كلامك كذب لأنك غير مقتنع به. لأنك أصلا لو اقتنعت أن هناك إله وأنه بالفعل خلقك ليعذبك كما تظن، لو كان ظنك يعني لو كنت صادقا في طرحك هذا أن هناك إله وأنه خلقك وأن هناك نار جهنم سيعذبك بها، صدقني سوف تؤمن بهذا الإله مباشرة وتخاف منه وتسرع لتعمل الخيرات لتنجو بنفسك من هذه النار. الآن لنفرض أحد قال لك هناك حريق سيلتهم هذا البناء مثلا، هل تجلس في مكانك إذا تأكدت من هذه المعلومة بغض النظر عمن أحدث الحريق؟ ستهرب، ستنجو بنفسك. أما إذا كنت غير مقتنع بأن هناك حريق، ستقول له هذا كذب وكذا وكذا ولن تفعل أي شيء. فهذا الملحد غير مقتنع أصلا بوجود الله وغير مقتنع بأن هناك نار جهنم، فهو يضع لك حججا لكي يبعدك عن الإيمان ويجعلك تتبعه لكي تدخل معه في نار جهنم.
والعياذ بالله. كذلك الشيطان، يعني عندما قال لأضلنهم كذا وكذا وكذا وأغوينهم وكذا، يعني تعهد، فقال له الله سبحانه وتعالى فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. أنا حقيقة أعلم أو أصل إلى قناعة أن هناك إله عظيم خلق هذه النار ليعذب بها الكفار، واستيقنت بهذه المعلومة أو هذه الحقيقة، هل أكفر؟ هل من المنطق أن أكفر بهذا الإله العظيم وأقذف بنفسي في نار جهنم؟ لذلك أيها الأحبة، ينبغي مثل هذه الأسئلة أن يعني نطرحها بهدوء، نفكر فيها، يعني ينبغي أن نعتقد أن هناك إلها حكيما عليما منع عنا بعض العلم، ما يسمى بعلم الغيب، منعه عنا رحمة بنا. يعني مثلا لا أحد يعلم متى يموت، لأن الله تعالى لو جعلنا مطلعين على الموت لما استمتع أحدنا بحياته أبدا، مثل إنسان محكوم عليه بالإعدام ولو بعد 10 سنوات، حكم وهو يعلم أنه سيعدم بعد 10 سنوات، لن يهنأ له عايش. الله تعالى أخفى عنا مصيرنا، يعني أنا لا أعلم مصيري إلى الجنة أم إلى النار، ليجعلك تكثر من الدعاء وتكثر من اللجوء إلى الله وتكثر من العمل الصالح لتفوز بجنات النعيم. وإذا كنت من أهل النار أيضا منع عنك أو أخفى عنك أن تعلم مصيرك ما هو، لكي يعطيك فرصة تلو الفرصة تلو الفرصة لتتوب وترجع إلى الله. إذا علمتم أيها الأحبة، فالله عز وجل لا يعطينا معلومات حول كل شيء رحمة بنا، تماما مثل هذه العين هي ترى مجال بسيط من الترددات الضوئية أو الطيف الضوئي من اللون الأحمر إلى اللون البنفسجي، فقط 7 ألوان، ما فوق البنفسجي وما تحت الأحمر لا نراه رحمة بنا، وإلا لم نستطع أن ننام في الليل لأننا سنرى الأشعة تحت الحمراء وهي الحرارة، أي مصدر حراري سيشع. إذن أيضا هناك شيء آخر، السمع أيها الأحبة، الله منعنا أو كان من حكمته أنه سمح لنا فقط بترددات معينة هي المريحة للأذن نسمعها، أما الترددات العالية جدا لا نسمعها وإلا لصمت آذاننا، الترددات منخفضة جدا لا نسمعها وإلا لم نستطع لا أن ننام ولا أن نستقر ولا أن نهدأ، سنسمع صوت حركة الأرض سنسمعه، أصوات كثيرة سنسمعها، بعض الحيوانات يسمعونها طبعا. إذن أيها الأحبة، الله عز وجل يختار لك أيها الإنسان الخير، اختار لك مجال بصر محدد، طيف ضوئي محدد تراه فقط رحمة بك، مجال للسمع محدد، علم الغيب أخفاه عنك رحمة بك أيضا، مصيرك وهو الموت متى يكون أخفاه عنك رحمة بك. نحن إذا كان هناك مريض سرطان، يعني عافانا الله وإياكم منه، نحاول أن نخفي عليه هذا المرض لكي لا ينهار نفسيا، ونقول له أنت ممتاز وأنت بأفضل صحة وستتعافى قريبا كذا كذا، لماذا نخفي عنه؟ فتصور لو أن الله أطلع كل واحد منا على نهايته أو أجله، ما الذي سيحدث؟ ربما لا, لا, لا يحدث أي بناء في هذا الكوكب، وسينقرض الجنس البشري.
شيء ثاني أيها الأحبة، الأسئلة المتعلقة بسيدنا آدم، كيف خلق ومتى وكيف نزل من السماء، هناك طبعا آيات قرآنية كثيرة، ولكن الملحد يدخل من هذا الباب، يقول لك كيف يمكن لمخلوق أن ينزل من السماء وهو بشر، وفي الكون أو خارج المجال الغلاف الجوي لا يوجد أكسجين، طيب كيف سينزل من دون مركبة فضائية مثلا؟ ثم سيقول لك كيف كان يكلم الملائكة والملائكة لا ترى، كيف كذا كيف؟ فأسئلة كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا، طبعا أجوبتها موجودة في القرآن، القرآن علمنا كل شيء، ولكن ينبغي أحبتي في الله أن تتمتعوا بصفة مهمة جدا سأختم بها، وهي أول صفة للمتقين ذكرها الله في القرآن. بعد سورة الفاتحة لدينا سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. متى يهتدي هؤلاء المتقون، أو من هذا المتقي الذي هو على هدى من ربه؟ الآية الثانية تقول أول صفة الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة أحبتي في الله، ينبغي أن نعمق إيماننا بالغيب. قل كل من عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أي سؤال يعترضك أنت كمؤمن، ثقتك شديدة وقوية بالله تبارك وتعالى، قل آمنا به كل من عند ربنا. باختصار، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن صفة الإيمان بالغيب ضرورية جدا أيها الأحبة لتعيش حياة مطمئنة. هذه الصفة الله يحبها، أول صفة للمتقين الذين قال الله فيهم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر سبحانه وتعالى. هؤلاء المتقين أول صفة لهم في القرآن ما هي؟ الذين يؤمنون بالغيب. ثم تأتي العبادات والصلاة والزكاة وكذا، ولكن أهم صفة يحبها الله في عبده المؤمن الذين يؤمنون بالغيب. تماما مثل أنت لديك رئيس في العمل يفعل أشياء قد لا تفهمها، ولكن هو يحب منك أن تصدقه وتقتنع بما يقوم به وأن تطيعه طاعة عمياء كما يقال. فهذا في حق البشر، كيف بحق الله عز وجل الذي عنده مفاتح الغيب، عنده علوم الدنيا والآخرة؟ هذا الإله العظيم أمرك أن تؤمن بالغيب، قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ثم قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل والزبور وكذا، وبالآخرة هم يوقنون، يقين ثابت بالآخرة، يقين يومي. أنا كل يوم أتخيل أن الآخرة آتية لا ريب فيها، الساعة آتية، كل يوم ينبغي أن تفكر في هذا الأمر. أولئك على هدى من ربهم، مرة أخرى قال هدى للمتقين ثم ختم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على هدى منه سبحانه وتعالى، وأن نكون من المفلحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.